البنجري، مشروع فني بحريني تراثي انطلق بريشة حالمة لفنانتين بحرينيتين تعشقان الرسم والفن. يأتي هذا المشروع ليجسد جمال المرأة البحرينية من خلال رسومات تراثية لشخصيات نسائية بحرينية، وهن الزينة والمشموم ترسم على الأوشحة لتعبر عن تلك الشخصيتين. عندما يلتقي الشغف بالتميز والفن بالجمال تزهر بذرة الإبداع من خلال ريشة فنية عبرت من خلالها هنادي وبثينة عن مكنونات المرأة البحرينية وتراثها الأصيل من خلال رسومات تراثية تجسد جمال المرأة البحرينية وملامحها المتميزة ومسيرة عطائها ومجوهراتها النادرة. فخطتها أنامل الفنانة التشكيلية هنادي الغانم وخبيرة التجميل بثينة الشوملي على أوشحة رسمت بعناية فائقة لتكون كل قطعة فريدة من نوعها. البنجري عبارة عن شخصيتين، شخصية المشموم وشخصية الزينة. طبعا كل واحدة فيهم لها مميزات. الزينة تتميز بالبنت الحالمة بس شخصية قوية، المشمومة لا، تتميز بالشخصية القوية، وثنتينهم يمثلون الشخصية البحرينية الجميلة. طبعا بفرشاتي بينت جمال المرأة البحرينية من خلال اختيار ألواني اللي اختاريناها، طبعا الألوان من خلال ألوان الذهب اللي حطيناه ورسمناه على الشال. في طبعا أنواع وايد من الذهب موجودة على الرسمة، رسماتنا عندنا حب الهيل موجود، البنجري موجود، الهلال بعد موجود، صباح الخير، فركزنا على بعد الذهب البحريني. حتى طريقته وهي تزين الأول كانت تزين بالكحل، الكحل الأول بعد موجود في الرسمات. أهم شيء مركزين عليه عن الذهب البحريني بعد، فعندنا الحنة البحرينية، الثياب البحرينية، وجمال المرأة البحرينية. أنا يعني عندي خبرة في ملامح المرأة البحرينية، كوني أنا ما شاء الله 17 سنة از ميك اب ارتست، فقلت ليش ما احول هذه الواقع الى عالم من الخيال اللي هو في قطعة الملابس اللي انت شفتيها. فاستوحينا من المرأة البحرينية عشان احنا نبرز المرأة البحرينية، نبرز جمال المرأة البحرينية في قطع جميلة يونيك تلبسها كل مرأة مو بس بحرينية حتى الخليجية. جمال المرأة البحرينية تتميز فيها من ناحية العين الواسعة، الرموش الطويلة، فهذه المرأة البحرينية تتميز في هذا الشيء، وحبيت أن أنا أبرزها في القطع الفنية اللي إحنا نرسمها. لوحات فنية على الأقمشة هي أول تجربة فنية تجمع فنانة تشكيلية بخبيرة تجميل التقتا لتنقلان التراث المرأة البحرينية على الأوشحة برسم جمالها وأناقتها والمجوهرات التي تتزين بها المرأة البحرينية قديما. فكل وشاح يختلف عن الآخر في فكرة الرسمة التي تم تجسيدها على تلك القطع الفريدة لتبرز تلك الرسومات العادات والتقاليد البحرينية للنساء قديما. حبيت الفكرة اللي هما يعني يرسموا على الخلق، ويعني كل واحدة كل قطعة غير، يعني حق الجيل الجديد أو الجيل اللي أصغر، يعني هما اللي أكثر يعني أحس اهتمامهم في التراث، يعني لازم إن إحنا ننورهم بالأسامي والأشياء اللي إحنا كنا نلبسها يعني قبل. فدائما في شهر رمضان أقول لهم حلو إن الواحد يطلع الذهب البحريني ويلبسه حتى عيالنا يشوفون الأشياء اللي إحنا كنا نلبسها يعني قبل أكثر. كل وشاح من هذه الأوشحة يحمل حكاية ويعبر عن شخصية المرأة البحرينية. فبثينة الشوملي ترسم الجمال البحريني والملامح المتميزة، وتكمل اللوحة الفنية الفنانة التشكيلية هنادي الغانم لتضيف لمساتها الفنية وتصور جمال الذهب البحريني وزينة المرأة. وجاء اختيار اسم البنجري لهذا المشروع لما له من عمق تاريخي بين المسوقات الذهبية البحرينية. فكرة مبتكرة من الأوشحة الممزوجة بالتراث البحريني خطتها أنامل بحرينية حملت على عاتقها نشر التراث البحريني من خلال رسومات فريدة من نوعها
تعبر عن جمال المرأة البحرينية وأناقتها بقطع الذهب التراثية الأصيلة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.